وزير الدفاع الوطني عماد مميش في جلسة عامة في البرلمان اليوم أكد أنه أمن المواطن والبلاد يقتضي تشديد الرقابة على المناطق العسكرية المغلقة اللي اتسعت رقعتها في السنوات الأخيرة. الوزير تطرق إلى الهجرة غير النظامية واعتبر اللي هي مسألة أمن قومي، وكل الوحدات العسكرية والأمنية تعمل في تناسق تام وتقوم بتدخلاتها حسب ما يضبط القانون، وكل مسؤول على ما يقوم به وفق قوله. كان تراجت بعض الأخبار مؤخرا وبعض الصور عن سوء معاملة لمهاجرين أفارقة بين الحدود بين تونس وليبيا، ولكن وزارة الداخلية أمس نشرت بيان وحذرت من استعمال ملف الهجرة غير النظامية للإساءة إلى تونس، إلى صورة تونس، لأغراض استعمال الملف هذا لأغراض سياسية خاسرة كما قالت الوزارة، وقالت اللي هي مش مسؤولة على اللي يصير في حدود دولة أخرى، بمعنى اللي صار لهم في ليبيا. نجيو إلى ليبيا، احنا المفترض أنه تونس ما عندهاش حدود مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، عنا حدود مع ليبيا وعنا حدود مع الجزائر، هما يتعدوا من بلدانهم يوصلوا إما إلى ليبيا أو إلى الجزائر ويتعدوا الحدود ويوصلوا إلى تونس. الغاية شنو؟ ما همش بش يجيوا لتونس ولا بش يشتغلوا في تونس ولا بش يقيموا في تونس، الغاية نتاعهم الأولى هي المهاجرة إلى أوروبا، حلم أوروبا. اليوم فما بعض القرارات الليبية اللي هي غريبة نوعا ما. عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، ورغم أنه كانت له اتصالات سابقا مع يعني مع تونس، مع رئيس الجمهورية التونسي، قال بأنه بلاده لن تكون بلد توطين للمهاجرين غير النظاميين. به إلى حد الآن هم أحرار في بلاده، ما يكونوش بلاد توطين وكل شيء، هذا من حقهم. ودعا في نفس الوقت إلى التعامل الإنساني معهم والتنسيق مع تونس لإرجاعهم إلى دولهم. الحقيقة أنه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة يدعو إلى التنسيق مع تونس، مع تونس لإرجاعهم إلى بلدانهم، هذا يطرح أكثر من سؤال، وبكل موضوعية السؤال شنو؟ إذا كان جزء من المهاجرين هذوما جاءوا عن طريق ليبيا إلى تونس، فكيف تونس تتحمل المسؤولية وتكون هي موضع يعني تحمل المسؤولية باش هي زادة تنسق مع الدول الأخرى اللي قعدتهم إلى تونس، وهما دخلوا عن طريق ليبيا وعن طريق الجزائر، أما عندهم حتى حدود أخرى يدخلوا منها إلى تونس، إما عن طريق ليبيا أو عن طريق الجزائر. احمي حدودك، ما تخليش المهاجرين الأفارقة يدخلوا إلى بلادك وتسهل لهم ربما الخروج، ولا شدد، ما نقولش تسهل لهم، شدد الإجراءات على الحدود متاعك سواء من جانب الدول الإفريقية جنوب الصحراء أو من جانب تونس. فبالتالي تونس ضحية أصلا لوصول المهاجرين الأفارقة إليها من خلال ليبيا والجزائر، لا أكثر ولا أقل. تونس ما عندهاش حدود مع دول إفريقيا جنوب الصحراء. عبد الحميد الدبيبة يقول يجب التنسيق مع تونس، وكانوا تونس مش تتحمل مسؤولية تهجيرهم وارجاعهم إلى بلدانهم وتتحمل ملفاتهم وتتحمل طلع شنو، وكأنه معناها ليبيا ضحية كما تونس. هي تونس ضحية، هي تونس ما عندهاش حدود معهم. تصريحات الدبيبة جت خلال اجتماع عقده مع مسؤولين لمتابعة الوضع الأمني على الحدود الليبية التونسية. الاجتماع هذا حضر وزير الداخلية عماد الطرابلسي، وكيل وزارة الخارجية محمد زيدان، رئيس أركان حرس الحدود أمر لواء 19، مدير إدارة شؤون الخارجية بمجلس الوزراء. ودبيبة أكد أن ليبيا لن تكون بلد توطين للمهاجرين، وأكد على ضرورة توحيد الجهود الوطنية تجاه ملف الهجرة في كافة التفاصيل المتعلقة به، يعني أنه من حقهم يقولوا ما يكونوش بلد توطين وكل شيء، هذا حقهم، ولكن تحميل المسؤولية إلى تونس هذا هو اللي مش مقبول، لأنه أصلا اللي وصلوا إلى تونس هما عن طريق حدود ليبيا وعن طريق حدود الجزائر. جورجيا ميلوني رئيس الوزراء الإيطالية تحدثت عن موقف أمريكي أكثر انفتاح تجاه تونس اللي تواجه أزمة مالية طاحنة، حسب تصريحات صحفية البارح العشية في مقر سفارة بلادها في واشنطن بعد لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض. إيطاليا تسعى إلى تسريع وتيرة المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي حول قرض تونس 1.9 مليار دولار،
واللي تعثرت منذ أكتوبر اللي فات بسبب ما وصفه الرئيس التونسي قيس سعيد بإملاءات تهدد السلم الأهلي في إشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية اللي طالب بها الصندوق، منها خاصة رفع الدعم على المواد الأساسية والمحروقات وغير ذلك والتفويت في المؤسسات العمومية. ميلوني قالت بأنه يبدو هكا لمست أنه فما مرونة في الموقف الأمريكي من تونس، كل موقف منفتح جدا إزاء ما نقوم به وهذا لم يكن أمر مفروغ منه. قالت زادة لمست من بايدن دعم واهتمام بالمبادرات اللي ياخذوها ورغبتهم في انه نكونوا اكثر حضور وتقديم يد المساعدة لتونس. توظيف آلاف التونسيين في إيطاليا. إيطاليا تتطلع إلى استقطاب آلاف التونسيين لتوظيفهم في عدة قطاعات اقتصادية في إطار تنفيذ اتفاقية للشراكة يقع العمل على توقيعها مع تونس حسب ما أعلنوا السفير الإيطالي بتونس. سفير إيطاليا بتونس عقب لقاء رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المعنية أكد استعداد بلاده لمزيد التعاون مع تونس في مجال تشغيل الكفاءات في مختلف القطاعات الاقتصادية. ووضحت الوزارة في بيان لها بأن الجانبين التونسي والإيطالي بحثوا خلال هاللقاء سبل تنفيذ مشروع نموذجي لتوظيف حوالي 40 شاب وشابة من خريج التكوين المهني من بين الباحثين عن شغل مسجلين بمكاتب التشغيل بمؤسسات اقتصادية بإيطاليا تنشط في مجال البناء والأشغال العامة حسب البيان. الحرائق في جندوبة. تضرر 15 فلاح بسبب حرائق برقة وجرد الخسائر متواصل. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتبرقة وأحد المتضررين من الحرائق الأخيرة حكيم الرويسي أكد أن أعضاء الاتحاد بصدد استكمال تقريرهم ومواصلة جرد الخسائر وعدد المتضررين من الحرائق الأخيرة للمنطقة. والفت الرويسي لأنه أولى المعطيات تفيد بأنه عدد الفلاح المتضررين بلغ 15 فلاح، وقال بأنه من المنتظر استكمال تقريرهم بعد استكمال زياراتهم الميدانية لرفعوا للمجلس المركزي للمنظمة الفلاحية للتحرك على مستوى وطني مع وزارة الفلاحة، ربما يشوفوا كيفاش باش يقدموا لهم تعويضات على الكارثة اللي صارت يعني مؤخرا في تبرقة وبعض الأماكن الأخرى. إن شاء الله هذاك حد الباس. على كل هو تمت السيطرة على كل الحرائق في كل الولايات في الفترة الأخيرة اللي اندلعت، خاصة 24 25 26 جويليا الحالي.